اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحب معي اليوم باستاذ ومستر جاسم صاحب سلسله مطاعم النواعير للمشاوي. اهلا مستر جاسم. كيف اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نورتونا في المكان ده متواضع. الله يخليك مستر جاسم. ممكن تعرفنا عن حضرتك وامتى بدات تاسيس النواعير؟ اولا اشكر شكر عظيم جليل القناة الرائدة والجميلة. شكراً لحضوركم وفريق العمل إلى مكاننا المتواضع. شكراً. بعد يمشي على خطوات العمل في إمارتنا الجميلة وإمارتنا الفتية. شكراً. وأنا يعني لي الشرف أني أنا أحضر معاكم وأتكلم معاكم في هذا اليوم الجميل يوم العلم. وأنا يعني من مواطني دولتنا الإمارات وإمارة رأس الخيمة الجميلة. أنا جاسم ورحمة الطنيكي. الله يسلمكم. مطعمنا مطعم يعني جميل، وكان يعني بالأصل فكرة بدعم من الوالدة العزيزة حفظها الله. كان ودنا تكون معنا لكن في المستشفى الله يحفظها. ربنا يحفظها. كانت الفكرة أن نحن نشوف أفضل خدمة نساهم فيها في مجتمعنا ونساهم فيها في مكاننا، ونحصل إلى ووصلنا إلى أن تكون فكرة مطعم المشاوي هي افضل يعني فكره ممكن يكون فيها الاكل فيها جوده، فيها تعاون مع اخواننا الموجودين من الجنسيه العربيه الموجودين هنا، وفيها تحقيق لمطالب بلديه امارتنا الجميله فتيه. فكانت فكره المشاوي هذه وبدينا فيها الحمد لله من شهر 5 الماضي. كانت خطوات يعني لا شك في البدايه كانت متعثره، لكن الحمد لله رب العالمين بدينا نمشي فيها شوي شوي. الله يوفق. الحمد لله ربنا يوفقك يا رب باذن الله. مستر جيسون، مستر جيسون ممكن تقول لنا ايه الاطباق اللي بتقدمها نواعير للمشاوي وايه الشيء المميز بالاطباق هنا؟ نعم، مطعم نواعير للمشاوي بارك الله فيك يعني في العاده كبشكل عام ما يختلف عن اي مطعم ثاني. هو يقدم جميع المطاعم جميع الصحون العربيه الجميله والناس اللي يعني يعرفونها، سواء كانت كباب او كبه او مشاوي او شيش طاووق او دكه او ريش او عرايس، بالاضافه الى بعض يعني اعطينا بعض اللمسات من تراثنا المحلي، حطينا بعض النغر، بعض المشاوي البحريه، بعض الاسماك السوبريم ومن الى، بحيث ان نجعل المكان هذا جميل ويعني ويخدم المنطقه ويرضي جميع الاذواق. اي نعم. عندنا يعني حاولنا ان نحط اضافه، كان يعني اتفاق مع الوالده الله يحفظها واتفاق مع اخواننا والشباب ان نحط اضافه تنفع المجتمع، وجعلنا يعني استبدال الخبز بالخس، فجعلنا مجازا اننا يكون سندويتش او سندويتش الكيتو مجازا. ما يكون صح التعبير حقيقه لكن مجازا، بحيث ان نحط جميع المشاوي هاي اللي نعرفها سواء كان صحون او سندويتشات، بحيث ان تضع بدالها الخس. يكون ارقى غذائيا وافضل صحيا، والحمد لله رب العالمين يعني ان الموضوع هذا لاقى استحباب من الناس اللي تذوقوه يعني، وان شاء الله في تطريق تطور وتقدم باذن الله. فكره جديده جدا مستر جيسون، ما شاء الله عليك وربنا يا رب يرزقك التوفيق باذن الله. الله يحفظك مستر جيسون. ممكن تقول لنا ايه نظرتك المستقبليه بعد 3 سنين من النهارده؟ الله يسلمش. نحن عندنا يعني هدفين بالأحرى، يعني الهدف الأول اللي هي نشر ثقافة الأكل الصحي. الأكل الصحي يعني سواء مش في المشاوي بس ولا أن موضوع حتى في الخس، أن ما يكون عندنا نحن حكرة ولا أي أفكار جديدة في النطاق هذا، وأن تكون منتشرة في جميع المطاعم الموجودة اللي تقدم وجبات حق الجمهور. الجمهور غالي علينا، وأكثر الناس مرتادين من أطفالنا وأولادنا وعيالنا وإخواننا وربعنا، فنبغي ثقافة الأكل الصحي لكن بمتناول اليد، بحيث أنه يكون قريب للمكان هذا، قريب للناس، قريب للمستويات العادية اللي يتناولون مثل هذا، ما يكون عليهم بشكل كبير. وتم دراسة الأسعار بالطريقة هاي، والحمد لله رب العالمين يعني توصلنا إلى معادلة. المعادلة هاي يعني قربنا فيها من السوق المحلي أو سوق البيع، وبين جودة المنتج، وبين تحقيق مطالب البلدية الفتية، وبين جودة الأكل. فيعني نحاول نوصل لهالمعادلة يعني، والله يوفق إن شاء الله. إن شاء الله ربنا. بعد 3 سنوات يعني العمر بيد الله والتوفيق رب العالمين، لكن نتمنى نكون نحن وقفنا على رينا، نشرنا ثقافتنا الصحية، وصلنا إلى
يعني فروع من الى، دخلنا من الى الى في راس الخيمه وكانت ثانيه وتجاوزناها. ومثل ما علمونا شيوخنا يعني ما في سقف للامال والاهداف، السماء هي سقفنا. مستر جيسون، في ظل الامن والامان الموجودين هنا في البلد ده ساعد كتير المستثمرين ان هم يستثمروا، وساعد حضرتك ان انت تفتح مطعم النوعيه، ازاي ده قدر يساعدك؟ وحابين طبعا نسمع رساله شكر من حضرتك لسمو الشيخ وقاده الامارات. ولا شك كما هو معروف يعني في سوق العمل والاقتصاد ان كما يقال ان راس المال جبان، فاذا لا يوجد هناك استقرار في المكان فلن تجد ان هذا المكان الا يعني رؤوس الاموال تهرب منه وتذبح، على عكس بلدنا الجميله اللي تستقطب كل الناس كل الاطياف. فلا شك ان الله سبحانه وتعالى اعطانا دوحه امن وامان، واعطانا جزيره راسيه ثابته في وسط الامواج المتلاطمه، واعطانا مكان هادئ ومستقر بين الاعاصير الموجوده حوالينا بدون ذكر وبدون تحديد. ولا شك الله سبحانه وتعالى يعني بفضل القياده الرشيده حفظهم الله ورعاهم، الشيخ محمد بن زايد ال هيان حفظه الله وبارك الله فيه وسدد خطاه، وحكام الامارات الكرام وشعبها الوفي اللي جعل الله سبحانه وتعالى على ايده وقيادته ووحدته، اللي جعل هذه الدوله الجميله بحيث ان كل الناس تتوافد اليها وكل الناس توصل اليها وكل الناس يعني تقصدها، حتى اللي كانوا مغايريننا في الراي في مكان ما او وقت ما، الله جعل ان مكانهم هذا يعني واحد امن لهم ومستقر لهم، وهم في نفس الوقت جلبوا معاهم ثقافتهم وجلبوا معاهم اهلهم، لانهم يعرفوا ان هذا المكان هو مميز عن كل المكانات الموجوده في العالم. انا وضعت علم الامارات في الواجهه الزجاجيه للمحل، بحيث ان اللي يراها من الخارج واللي يتشرف ويسعد برؤيه العلم لكن بطريقته النظاميه والرسميه. لكن انا وضعت لاخواني الموجودين في المطعم ان وضع العلم بالنسبه لهم معكوس، يعني الاحمر بالامام وتليه باقي الالوان، وهذه وضعيه حامل العلم المتقدم. هذا العلم اللي الرائع اللي نحن نفخر فيه، ويعني كما قال الشاعر فيه يعني بالقصيده المشهوره اللي هي بيض صناعينا، سود مواقعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. والله يديم علينا الخير، والله يديم علينا الامن والامان، والله يديم علينا يعني مكاننا هذا، وبوجود اخواننا من جميع الجنسيات من جميع الاطياف في بلد التسامح وفي اماره الجمال، إمارة رأس الخيمة الطيف كله موجود فيها من جميع الألوان سواء كان بر أو جبل أو بحر. فندعو الجماعة الموجودين أن يحضروا إلى إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات الجميلة، ويحضروا إلى هالمكان يستمتعوا معنا خاصة في الأجواء الجميلة القادمة، ويحضروا عندنا في المطعم يحياهم الله، يوم يتعبون ياخذوا عندهم وجبة ويتوكلوا على الله إن شاء الله بإذن الله. مستر جاسم، مستر جاسم ممكن تعرف المشاهدين إزاي يتواصلوا بمطعم النواعير واللوكيشن هنا؟ اي نعم، عندنا الله يسلمكم يعني بالاضافه الى الواتساب والارقام التواصل الموجوده المعروفه الموجوده، عندنا فيسبوك باسم مطعم النواعير للمشاوي، وعندنا على الانستغرام النواعير للمشاوي بالانجليزي، وعندنا طبعا في سناب اللي بيتابع السناب بس بشكل غير رسمي هذا، وبالاضافه الى موقعنا على جوجل ماب خرائط جوجل، اي واحد يكتب في خرائط جوجل النواعير المشاوي يوصل لين عندنا بالسلامه، وان شاء الله الله يشرفنا ويقدرنا ان نخدمه ونقوم بالواجب ان شاء الله. شكرا أيه. شكرا مستر جاسم لوجودك معنا في القناه النهارده. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي دوام الله.